فريق مولودية بهران والهدف الأول. والهدف الأول عن طريق العربي في محاولة جميلة جدا. الرملة كيف قدم هذه الكرة ناحية شوف دهار واحد اثنين فقط الثانية يعني الأولى كانت تمريرة بهذه فريق مولودية بهران. عقبي توزيعة هدف ثاني. هدف ثاني من دهار في الدقيقة 39. 5 دقائق الأخيرة شوف الإعادة من العقبي كيف مر الكرة مباشرة لرأسية دهار. المحاولات العديدة وناتيش يخرج الكرة إلى الركنية. تعلن عن نهاية الشفاع. محاولة ومحاولة لصالح فريق شباب بن وزداد تخرج الكرة هذه. حاول الدفاع بعزة يفتح ناحية الدفاع يخرجها بصعوبة. ترجع الكرة هذه لصالح شباب بن وزداد. نقاش يسجل هدف. نقاش يسجل هدف. شوف الإعادة ونقاش كيف سجل يعني الإعطاء الأشياء الكثيرة. نقاش والكرة إلى التنتهي الوقت الرسمي 90 دقيقة. محاولة لصالح فريق شباب بن وزداد ومحاولة لكن ضربة جزاء. ضربة جزاء أعلن عليها السيد عرب. ضربة جزاء أعلن عليها السيد عرب عبد الرزاق. فيه لمسة يد ربما. نشوف الإعادة كيف لمسة اليد ربما من اللاعب اللي لأنه الحكم نعم الحكم كان قريب من اللقطة. ولمسة لمسة اليد. 90 ربيع والحارس نتائج وتحديد النتيجة. فريقين كبيرين والعقبي